السلام عليكم الحاجة. أول حاجة تقدري تشرحي المغاربة يعني الوحكة الصحية اللي عانيت من هذه الأيام؟ السلام عليكم. اللهم لا الحمد على ما قدر الله، هذا قدر الله، ما عندنا ما غادي نديرو، اللهم لا الحمد. اللهم لا الحمد، نطلب من الناس كاع اللي كيسولوا عليا وكيسولوا عليا لا من طنجة للقويرة ولا داخل الوطن ولا خارج الوطن، كنشكرهم كنقول لهم جزاكم الله خيرا على 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 الاهتمام ديالكم بيا. وكاع اللي الاخوه اللي جاوا عندي من الرباط ولا من اسفي ولا من الدار البيضاء ولا ليطرات ولا المكتب ديال الدفاع ولا الرئيس ولا اللعابه اللي جاوا عندي ولا اللي كاع عيالات يا رجال يا كلشي كاع اللي جا عندي، كنقول لهم جزاكم الله خيرا، الله اللي غادي يخلصكم. يعني ما الانسان باش يخلص، الله هو اللي كيخلص. جزاهم الله خيرا. كنشكر الصحافه اللي جاوا زاروني، كنشكرهم كثير الشكر. ما يعني بزاف الحوايج ما كنتش كنتظرهم، ولكن الحمد لله، اللهم لا الحمد، مادام كيحبك الناس كيحبك الله تبارك وتعالى. يعني كيفاش جاتك الزياره الاخيره اللي جا عندك مكتب ديال الدفاع حسين الجديدي واللعابه؟ واش غنقول لك، يعني فرحت بزاف. تصور انا موحشاهم وما جاو حتى لعندك، راه ما ساهلاش، توحشتهم بزاف وجزاهم الله خيرا، وكنتمنى لهم ان شاء الله انتصار ويجيبوا من وجده ان شاء الله بجاه الله. رساله ديالك للجمهور فريق الدفاع حسين الجديدي، شنو تبغي تقولي لي؟ كنقول للجمهور انا كنشكرهم كلهم على الاهتمام ديالهم بيا، لا من ليطرات ولا من المحبين ولا من الجمهور ولا من كل شيء، كنشكرهم كلهم. كنقول لهم انا راني منكم وخذتكم وما بعيداش منكم، كما كان الحال انا راه ما بعيداش منكم. شكرا الحاجة، وكنتمنى ان شاء الله ترجعي الصحه والعافيه ديالك ونشوفوك في المدرجات ديال عبدي. مازال غنشوفوك الحاجة ان شاء الله بجاه الله. انا برسول الله قلت لك ندير عكاز ونمشي نتفرج ونمشي.